حبايبي جريد 2 عندنا حاجة اسمها شيبس. شيبس يعني ايه يا مستر؟ بالراحة حبيبي. شيبس اولا مش عايزك تتعلم بالعربي، فشيب يعني اشكال. حلو يا مستر كلامك. عندي الشيبس في منها حاجة اسمها 2D. كلمة دي يا حبيبي يعني دايمنشن. وكلمة دايمنشن يعني ايه يا مستر؟ يعني يا مستر لو انا جيت مسكت الورقة دي، فالورقة دي فلات متسطحة يعني زي الارض كده فلات. فلو انت خدت بالك انا عندي هنا ده لونج وده شورت، فده سايد وده سايد، ده وده اسمهم 2D. 2D بالعربي يعني بعدين، بس احنا مش عايزين نقول بالعربي. يبقى اول هام عندي الشيب في تايب 2D وعندي تايب 3D. طب ادينا عرفنا ال 2D، تعال نشوف ال 3D. تعال بقى نشوف يا مستر، انت رحت جبت بوكس. بوكس عشان ده اسمه 3D. ليه سموه 3D؟ عشان عنده ادي ده اسمه لينث. معايا يا مستر؟ وعنده هنا ويتس وهايت. كمان مرة بالراحة هجيب لك شكل تاني تاخد بالك منه. بص يا عمو، تعال بقى هنا يا عمو. ادي 1D وادي 2D وادي ده 3D. يبقى ده 1 2 3، اسمه لينس ويتس هايت، عشان كده سموه 3D. اعرف بس ان هما 3D، لكن الراجل ده عنده لينث بس وعنده ويتس، فاقول 2D. هنبتدي ناخد في 2D شوية اشكال وفي 3D شوية اشكال. تعال ناخدهم واحدة واحدة. بس الاول على الرسمة اللي انا رسمها عايز اعلمك حاجة. الراجل ده نقول عليه سايد، يبقى في 2D هنسمي ده ايه؟ سايد. لكن في 3D الراجل ده نقول عليه ايج. واحدة واحدة واسمع بالراحة يا مستر. البوينت دي، قال لي لو سمحت ما تسميهاش بوينت. البوينت دي ما تسميهاش بوينت. يبقى يا مستر في 2D الراجل ده نقول عليه سايد، في 3D نقول عليه ايج. اسمع يا مستر، البوينت دي هنقول عليها فيرتكس. اسمع يا بابا، يبقى دي كمان فيرتكس. لو قلت فيرتكس وفيرتكس 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 نفسي راح، فهقول فيرتسيز. ايج وايج وايج وايج، ايجز. تعالوا بقى ندخل جوه واحد نتعلم النيم وعنده نمبر اوف ايدج قد ايه، نمبر اوف سايد قد ايه. تعالوا بينا نشوف، تعالوا بينا نتعرف على النيم بتاع الشيب دول، ونتعرف على النمبر اوف سايد، ونتعرف على النمبر اوف انجلز. خدوا بالكم معايا يا حبايبي، الراجل ده عنده 1 2 3 سايد، عنده 3 سايدز وعنده 3 فيرتسيز. ما تقولش معايا يا حبيبي، اسمع بس. وبالتالي يا مستر عشان عنده كل حاجة 3 سموه تريانجل. هنا الراجل ده عنده 1 2 3 4، عنده 4 سايدز، عنده 1 2 3 4، عنده 4 فيرتسيز. 4 هنتعلمها بعد كده لما نكبر كويدرا، والكويدرا هنقول عشان الراجل ده السايدز بتاعه ايكوال سميناه سكوير، كولد سكوير. يبقى الفورم ده الشيب ده سكوير، عنده 4 سايدز، عنده 4 فيرتسيز. طب تعال للراجل الجميل ده اللي شبه الورقة برضو، تعالوا نعمل كاونت. ادي 1 2 3 4، 4 سايدز بس مش ايكوال يا مستر، عنده 4 فيرتسيز. الراجل ده اللي يبقى 2 سايدز بتوعه مش ايكوال
هنقول عليه ريكتانجل. اتعلم تقرا، اتعلم توقف الفيديو وتشرح لنفسك. تعال نكمل، احنا شغالين في ال 2D. تعالوا نكمل في ال 2D. عندي الشيب ده، لو انا عملت كاونت للسايد 1 2 3 4 5 سايدس، فقالوا هنسميه اسمها كولد بنتاجون. لو كان 6 هيكساجون. تعلم تنطق، تعمل كاونت. الراجل ده عنده 5 سايدس، يبقى عنده 5 فيرتسيز. الهكسا عنده 6 سايدس وعنده 6 فيرتسيز، هيكساجون. بالراحة واحدة واحدة. انت بس كل اللي انا عاوزه تعلمه النيم، هاو تو ريد، تقرا ازاي، يا ترى النمبر اوف فيرتسيز، النمبر اوف سايدز. لسه مكملين. عندي الشيب اللي انت شايفه ده هنكبر، هنقول عليه ترابيزيوم. ترابيزيوم عندك كام سايد؟ بالراحة محفظش. 1 2 3 4. How many vertices? Number of vertices. برضو محفظش. 1 2 3 4. Trapezium. أو ممكن أقول عليه Trapezoid. شكرا. Trapezoid. Excellent. تعالوا نشوف حاجة. الشيب اللي قدامك ده called rhombus. لو أنا بصيت 1 2 3 4، عنده 4 sides. زي ما قلنا في السكوير السايدس ايكوال، في الرومبس السايدس ايكوال. زي ما قلنا في السكوير والريكتانجل والترابيزيوم، عنده 4 فيرتسيز، ده كمان عنده 4 فيرتسيز. اتعلم تنطق رومبس، عنده 4 سايدس، عنده 4 فيرتسيز، السايدس بتوعه ايكوال. اتعود بتعمل ايه؟ بتكرر اكتر ما تمسك قلم وتكتب. دلوقتي لسه بدري على الكتابة. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.